ثورة يافا عام 1921 من الميلاد. ازدادت الأمور سوءاً في فلسطين بعد زيارة وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل إلى فلسطين في 28 من مارس عام 1921 من الميلاد، ليؤكد بشكل قاطع دعم بريطانيا للوطن القومي اليهودي. وكان لقاء تشرشل بالوفد العربي الفلسطيني في 22 من مارس، ثم في القدس في 28 من مارس مخيباً للآمال، فقد اندلعت مظاهرات في حيفا منددة بهذه الزيارة ونتائجها، فقمعتها الشرطة البريطانية وقتلت 2 من العرب، مما أشعل فلسطين التي كانت تغلي بالفعل بسبب تزايد حدة استفزازات اليهود للمسلمين. في ثورة يافا قتل العرب 47 من اليهود وجرحوا 146، فهرعت القوات البريطانية للدفاع عن اليهود وقتلت 48 من عرب فلسطين، كما أصابت 73، وظلت عدة أيام تعمل على إخماد الثورة بالقوة، فقد كان الصهاينة عاجزين عن التصدي للمسلمين آنذاك. ألقى المندوب السامي هربرت صامويل بياناً في 3 يونيو عام 1921 من الميلاد، ذكر فيه أن بريطانيا لن تفرض على شعب فلسطين سياسة تتعارض مع مصالحهم الدينية والسياسية والاقتصادية، غير أنه لم يكن في واقع الأمر سوى وسيلة لتهدئة الأمور وترتيب الأوضاع ليمضي المشروع الصهيوني بوسائل أكثر احترافاً. وعلى صعيد آخر، كان هناك تحرك سياسي دبلوماسي، إذ قامت القيادة الفلسطينية بإرسال وفدها الأول إلى تشرشل وزير المستعمرات الإنجليزية للتفاوض معه على إلغاء وعد بلفور، لكن ذلك لم يجد نفعاً، كما لم تجد نفعاً كل التحركات السياسية السابقة واللاحقة منذ أن دخل اليهود فلسطين أول مرة. كان يمكن لهذه الانتفاضة أن تمتد وتستمر لولا أن موقف الزعامات السياسية الفلسطينية مال إلى تهدئة الوضع، وقام عدد من الوجهاء ورؤساء البلديات بتهدئة الجماهير، بل إن موسى كاظم الحسيني الزعيم الفلسطيني قام بنفسه بجولة لتهدئة الوضع، لأن القيادة كانت لا تزال تريد حلاً سياسياً ولم تكن في وضع يؤهلها لأي عمل ثوري. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.